السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقوم بتصحيح واحد فرض واحد دوفوار. كيتكون هاد الدوفوار من سيركوي من تخوا زيكزارسيس فيزيك وان اكزارسيس في شيمي. ليكزارسيس ان فيزيك بالنسبة لال سي، ليكزارسيس دو ار ال سي، و ليكزارسيس تخوا سي لا مودولاسيون و لا دي مودولاسيون. من بعد لي بيل. دونك غنبداو بليكزارسيس ان. ليكزارسيس ان تيهضر لينا على سيركوي ال سي. اون رياليز لو سيركوي سويفونت. فوالا هادي سيركوي فيها كوندونساتور بوبين افيك اون ريزيستونس اي ان جينيراتور. دونك كونسور دو كاباسيتي سي انيسيالمون شارجي، اون بوبين دانديكتونس ال اي دو ريزيستونس ار، ان جينيراتور كي ديليفر اون تونسيون اي جي كيساوي 10 اي. يعني هاد جينيراتور تيعطينا كورون 10 اي. هذا كنسميوه في الكور جينيراتور دونتروتيان. علي دا سيستم داكيزيسيون اون اوبتيان الغراف دو لا فيغور 50 ريبريزونتي لا تونسيون سي او بوند كوموساتور. هاو لا تونسيون. قالنا كيلي لو رول جينيراتور. هاد جينيراتور هذا شنو كيدير؟ حنا كنعرفو في الار ال سي، في الار ال سي الا كانت عندنا ريزيستانس، هاد لا ريزيستانس كديسيبي لينيرجي. يعني هاد لا كورب نورمالمون كون ما كانش هاد الجينيراتور داكوغ كيبقى غاديو كينقص، حيت ليزيستونس كتنقص ليا لينيرجي. ولكن بما انه كاينه لا ريزيستونس ولكن لا طونسيون بقى كونستانت، المعنى ديال هذا بان هاد الجينيراتور تيعوض ليا لينيرجي. سكون ابيل ال ريكومبونس لينيرجي ديسيبي بار افي جول. يعني ديك لينيرجي اللي كتضيع ليا لا ريزيستونس كيعاود هو يعطيها للكوندونساتور باش ترجع عنده لا طونسيون ديالو كيف كان في الاول. Donc, la question 1, le rôle générateur. Radingoulou, le générateur récompense récompense l'énergie dissipée par effet joule. L'énergie dissipée par effet joule. هذا هو لو رول ديال الجينيراتور. دونك كيعوض ليا ديك الانرجي اللي ضاعت. يعني لا ريزيستونس كتضيع ليا الانرجي، هو تيعوض ديك الانرجي باش يرجع ديما الجينيراتور، باش يرجع الكوندونساتور ديما في ليطا انيسيال. لا كيسيون دو كيلي لو ريجيم دي زوسيلاسيون. هاد لو ريجيم يسابيل ريجيم بيريوديك، لان فاش كيكون لا طونسيون كونستانت كنسميو ريجيم بيريوديك. Voilà, qui est un régime périodique. La question 3. Quelle est la forme d'énergie stockée dans le circuit à t égale à 15 secondes, 15 microsecondes? Maintenant, on sait que l'énergie du circuit est composée en deux. Énergie électrique, qui est le condensateur, qui est le EE, égale à 1 demi C UC carré. Ou qu'il y a une énergie magnétique. عاد من كتكون هاد الانرجي عند لابوبين لي او ام لي ان دومي ال اي او كاري. دابا انا فاش قال لي 15 ميكرو سكوند كنمشي نشوف لا كورب ديالي في 15 ميكرو سكوند. ها هي، لان من هنا لهنا 30، هادي 15. شحال كيساوي او سي هنايا؟ او سي كيساوي 0. شنو المعنى ديال او سي كيساوي 0؟ كيعني ان الكوندونساتور ديشارجي خاوي. الكوندونساتور خاوي فين هي؟ فين يعني هاد الانرجي فين مشات؟ هاد الكوندونساتور اللي خاوي اوتوماتيكمون مشات فين؟ فلا فلا بوبين. يعني لا فورم دينيرجي اللي عندنا سي تي انرجي ما مانيتيك. كون كان عندنا قالوا لنا مثلا في 30 سكوند كيفاش داير لا طونسيون او سي؟ واخا نيجاتيف، واخا كيبان نيجاتيف، راه غير انفيرسيون دو بولاريتي، الاقطاب مقلوبين. بون واخا موان 6، ولكن تنقول بان الانرجي كاينه في الكوندونساتور، حيت الا درنا عوضنا هاد او سي بموان 6 او كاري تولي هي 6 او كاري. دونك الانرجي كاينه في الكوندونساتور في هاد الحاله، يعني الانرجي كاينه اي الكتريك. فاهمين؟ كون قال لينا هنا مثلا هنا الانرجي شويه في الكوندونساتور وشويه في لابوبين، يعني هنا كاينين دو فورم انرجي مانيتيك وانرجي الكتريك. فاهمين؟ يعني على حسب اللحظه اللي عندنا. كون مشينا هنا يسي شحال كيساوي هنا؟ زيرو. يعني الانرجي فين كاينه؟
في لا بوبين يعني انرجي ما مانيتيك. فوالا دونك هنا غادي نقولوا في لا كيسيون 3 AT égale 15 microsecondes. On a UC égale à 0. Donc, l'énergie stockée, sous forme d'énergie magnétique. يعني كاينه في لا بوبين دينيرجي مانيتيك. هذا هو المصطلح اللي كنستعملو الا كانت في لا بوبين كنقولو مانيتيك، والا كانت في الكوندنساتور كنقولو الكتريك. نمشيو لا كيسيون 4. ايتابليغ ليكواسيون ديفيرونسييل فيريفي بار يو سي. دونك ليكواسيون ديفيرونسييل كيسيون 4 دابخي لا لوا داجيبيتي تيقول ليا ان يو جي كيساوي UC plus UL. هنا غادي ندير واحد لوريونطاسيون ديال لي بورن ولا لي طونسيون. دائما الكورون سيكون في لوسونس اوبوزي ديال لا طونسيون، في لوسونس اوبوزي ديال الكورون، يعني UC خصو يكون هاد الجهة. هاد لو كورون داير داخل لابوبين، UL خصو يكون هاكا. ديما لا طونسيون في لوسونس اوبوزي ديال الكورون، يعني UL plus UC اش كيساوي؟ هذا UL plus UC هو UG. يعني غادي نجي نقول UL plus UC إيكال أ UG. UG هي K فوا إي ولا 10 فوا إي، نعوضها هي 10 فوا إي إيكال UC. هي قالولنا فيغيفي باغ UC، يعني خليو UC ما نعوضوهاش. UL هي R فوا إي بلس L دي إي سور دي تي. دونك هادي تعطينا بأن 10 هذيك 10 فوا اي ندخلها لداخل، هتولي عندنا يو سي بلس ار فوا اي ناقص 10 فوا اي بلس ال دي اي سور دي تي ايكال زيرو. يعني هذيك 10 فوا اي دخلتها ياك، ممكن نعمل بي تولي عندنا يو سي بلس ار ناقص 10 فوا اي زائد ال دي اي سور دي تي. حنا كنعرفو ان اي كتساوي دي كيو على دي تي، يعني دي اي على دي تي كتساوي لا ديريفي سكوند ديال كيو على دي تي كار. ياك هنا كنشوف واحد الحاجه، كنشوف القيمه ديال ار، هنا ناكد عليها فاش يكون عندنا الجينيراتور هذا دونتروتيان، وعطاكم لا فالور ديال هاد هاد 10 اللي هي كنقولوا حنا اون جينيرال كا. ردوا البال لي فالور ديال ار شحال ار كتساوي، شوفوا لي دوني ار كتساوي 10. ها هي ار كتساوي 10 ياك. إذن غتولي عندنا يو سي زائد إغ نعوضها بعشرة ناقص عشرة فوا إي زائد هادي إيكالا زيرو، أنا منساهاش. إل دي على دي تي على ديغيفي أو كاري ديال كيو على دي تي كاري. عشرة ناقص عشرة صفر، مشات هادي كاملة صفر، غيبقى ليا يو سي بليس إل أو كي نعوضو باش كي نعوضو كي بسي فوا يو سي، يعني تخرج سي تولي عندنا دي أو كاري يو سي على دي تي كاري إيكال أ زيرو. فوالا ليكواسيون ديفيرونسيال. ردو البال هاد ليكواسيون، غير يعطيكم إي جي القيمة ديالو، يعطيكم هاد أون جينيرال تنقولو حنا كا، ممكن تكون 10 ممكن تكون أي قيمة. ردو البال هاد لي بال سي بون. فوالا هادي ليكواسيون ديفيرونسيال، لأن إيغ عوضناها بعشرة، عشرة ناقص عشرة صفر. نمشيو لا كيسيون 5. لا كيسيون 5 تتقول لينا la solution de l'équation، يعني هذيك ليكواسيون ديفيرونسييل اللي لقيناها في السؤال 4، لا سوليسيون ديالها سيكري سو لا فورم اي سي دو تي ايغال ا او كوس دو بي على تي زيرو تي. فوالا هذا هو لا سوليسيون. قال لنا تروفي ليكسبرسيون دو تي زيرو. بور تروفي ليكسبرسيون دو تي زيرو اللي هي كنسميوها لا بيريود بروبر، خاصنا ناخ دو ليكواسيون ديفيرونسييل كنقولو اون رومبلاس، كنعوضو اون رومبلاس ولا اون انجيكت يو سي دو تي اللي هو او كوس دو بي على تي زيرو اللي عطاوه لينا هما دون ليكواسيون ديفيرونسييل بريسيدونت. دون ليكواسيون
ديفيرونسيال بريسيدونت اللي لقينا في السؤال اللي فات اللي هي او سي بلس ال سي دي او كاري او سي على دي تي كاري. نعوض هنا، ولكن انا غادي ندير واحد الحاجه قبل ما نعوض، يعني الا عوضت غيعطينا واحد لا فورم كبيره بزاف. غادي نمشي نشد هاد او سي وغندير بها جوج خطرات، حيت عندنا في ليكواسيون ديفيرونسيال عندنا دي كاري او سي يعني لا ديريفي سكوند. غنديريفي او سي على دي تي ايغال لا ديريفي ديال او كوس 2 بي سور تي 0 تي على دي تي. او كونستانت تخرج يعني او ديريفي ديال كوس 2 بي على تي 0 تي على دي تي. هنا في الماط تنعرفوا هاد الحاجه كوس ا اكس بلس بي ديريفي ديريفي ديال كوسينوس هو موان سينوس، كندير موان سينوس ا اكس بلس بي. اون ديريف هاد ا اكس بلس بي، هاد ا اكس بلس بي كنديريفيها هو ا، يعني هذا هو لا ديريفي ديال الكوس. دائما كنقولوا لا ديريفي ديال كوس لا فورم جينيرال ا اكس بلس بي ديريفي هو لا ديريفي ديال ا اكس بلس بي في موان سينوس ا اكس بلس بي. هذا هو الديريفي ديال الكوسينوس. الديريفي ديال اكس بلس بي هي وهذيك موان تبقى لنا موان ا. نطبقوها هنايا دونك دي او سي على دي تي ايغال او ديريفي ديال الكوس قلنا موان سينو غندير واحد الموان ونديريفيو هذا الداخل هذا هو دو بي على تي زيرو لان ا هي دو بي على تي زيرو دابا. سينوس دو بي على تي زيرو تي هذا هو الديريفي الاول. الديريفي الثاني دونك ديريفي الثاني شنو غندير؟ غنديريفي هذيك عاوتاني اللي قدامي ديريفي سكوند تي سكوند سور دي تي كاري ايغال هو الديريفي ديال السينوس يعني تبقى لنا موان او دو بي على تي زيرو غتبقى. الديريفي ديال السينوس هو الكوسينوس ولكن خصني نديريفي عاوتاني لداخل يعني دو بي على تي زيرو غتخرج عاوتاني مرة أخرى. وإلا خرجت مرة أخرى غتلقى واحد دو بي على تي زيرو كاينة يعني تولي عندنا دو بي على تي زيرو أو كاري كوس دو بي على تي زيرو تي فاهمين. يعني كنديريفي السينوس كيف كنديريفي الكوس غير هو الديريفي ديال السينوس سير كوسينوس و الانتيغيوغ ديال الكوسينوس يعني لونغل كنشتقها هاد الزاوية هادي هو دو بي على تي زيرو تخرج كتلقى واحد دو بي على تي زيرو أخرى كنرفع أوكار. هادي ممكن ندير واحد لا سامبليفيكاسيون سي كو لا ديريفي او كاري ديال او سي على دي تي كاري ايغال هاد او شوف هاد او كوس هادي او مضروبه في الكوس شنو هي هي او سي دو تي اللي لقينا قبيله عطاونا يعني ممكن نكتب موان دو بي على تي زيرو او كاري او سي دو تي سي بون يعني هذاك الديريفي كامل او كاري ديريفي سكوند ديال او سي هو موان دو بي على تي زيرو او سي دو تي. نعوضو في ليكواسيون ديفيرونسيال غتولي عندنا او سي بلس ال سي دي او كاري نعوضوها بهادي يعني تولي مضروبة في موان دو بي يعني هاد الموان البلس غتمشي تولي بلاصتها موان دو بي على تي زيرو او كاري فوا او سي ايكال زيرو. غنمسح هنايا باش يبقى عندي اسباس. دونك غادي تولي عندنا اش غادي نحول هاديك او سي ايكال ال سي دو بي على تي زيرو او كاري فوا او سي. نمشي هادي مع هادي غتبقى ليا هنا ان ايكال ال سي دو بي على تي زيرو او كاري. دونك هي دو بي على تي زيرو او كاري ايكال ان سور ال سي ارفع او كاري. دونك الى رفعت او كاري شنو غيبقى ليا؟ باردون غادي ندخل غاسين باش نحيد الاو كاري. دونك غيولي عندنا دو بي على تي زيرو او كاري باردون حيدنا او كاري تولي عندنا ان سور غاسين ال سي جدا الطرفين في جدا الوسط يعني تي زيرو في واحد هي تي زيرو
ايغال دو بي نضرب هادي في هادي وهادي في هادي ايغال دو بي راسين ال سي. فوالا هو ليكسبرسيون هذا هو ليكسبرسيون ديال تيزر. ابري قلنا كالكولي لا فالور دو لا كاباسيتي سي لا كيستيون 5.3 باردون 5.2 ديتيرميني غرافيكمون تيزر. Graphiquement, je vais la valeur de T0. Donc, T0, il y a un point, maintenant le max. Quand je trouve le max, il y a T0. Il y a la valeur de T0. C'est bon, ou l'almin, ma almin. Il y a la valeur de T0. Donc, il y a T0, je vais la valeur de T0. Il y a T0, je vais la valeur de T0. Il y a T0, je vais la valeur de T0. Il y a T0, il y a T0 microsecondes. Donc, on a un graphiquement T0 égale 60 microsecondes. Question 5.3. Calculer C, la valeur de C. On va utiliser l'expression de T0. On a T0 égale à 2π racine LC. Il y a une racine LC et il y a T0 elle est 2π. On a une racine au carré tout le monde. LC égale T0 au carré à la 4π au carré. Yani C y a T0 au carré à la 4π au carré. On drobe F L. On dit le calcul. T0 y a stin. Achara ou snakistan houle mille microsecondes. Il y a 1 microseconde qui s'avère achara ou snakistan seconde. Hedi au carré. Men s'avère que la plupart s'aide au carré. 4π au carré fois L, L il y a 0,02 et je fais le calcul, je trouve une valeur. Je vais vous la valeur parce que je ne sais pas. C'est bon? Voilà, Canada ou l'exercice 1.